بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: واجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله. اليوم تم افتتاح بئر صدقة جارية مع متوضى لقرية كبيرة عن الحاجة أبو طينة وعلي وسعاد ومحمد وحبة وعمار حمود حفظهم الله وأكرمهم. نعو البير الكهربائي والمواضي بإشراف تراحم سنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوثر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المواضي في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أن يحفظهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسأل الله لهم الصحة والعافية. اللهم يبارك في أولادهم وذريتهم ومالهم وأهلهم وفي كل خير. اللهم تقبل هذه صدقة وهذه المواضي وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.